بتكلم من شويه مع حضراتكم على شوربه. فالشوربه دي بصراحه انا النهارده مستغلها او مستخدمها من اللي عندي، يعني ما عملتهاش حاجه مخصوصه. لو انا هاجي اشتغل النهارده بالبطاطس دي واجي بعد التقوير، الفارغ ده هوديه فين؟ طب احطه في كيس اشف في الثلاجه، ماشي، بس وارد يسود. هتحطيه بميه، اكيد مش لوجيك. طب هتسيبه في الثلاجه يومين ثلاثه وهيترمي. طب وبعدين؟ زي ما هم نفس الوقت اعملهم حبه شوربه، هنشوف يتعملوا ازاي. شوربه بالكريمه، بالكريمه، وهتسهل عليا كتير كمان، لان البطاطس اصلا من الشوربه اللي فيها نشويات عاليه شويه، فبالتالي هتقلل معايا نسبه ان ممكن ما احطش كريمه عادي، ممكن ما اظبطش فكره الدقيق والزبده عادي. ليه؟ لان هي لوحدها هتعمل شوربه، هنشوف. طيب حاله لطيفه كده، هنبدا نشتغل واحده واحده في الشوربه. ولكن لو عندي فراخ، عشان في تكايه كده بس عايز اتكلم مع حضراتكم عليها، انا هحط الفراخ في الشوربه وذره وبصل وكرفس وكرات واللي احنا عايزينه كله. طيب دي هتتضرب في الخلاط او في الهاند بلندر، فالصح ايه؟ ان انا بعد ما اضرب الشوربه او بعد ما اضرب البطاطس في الشوربه انزل بالفراخ، هتبقى فيها سن زفاره. طب انزل من الاول مع الخضار انا بشوح، طب لما اجي اضرب بالخلاط اضرب الفراخ، فمش صح. طب نعمل ايه؟ حاجه بسيطه جدا لوحدها في طاسه كده على طول، بسنه فلفل اسود وملح، بسيطه جدا جدا جدا. وممكن كمان نديها سنه بابريكا تحمر شويه، هنشوف اهو زي ما هم كده. وقالي سنه البابريكا، حلو الكلام لحد كده. وقالي طاسه تسخن كويس، هديها عندي سنه زيت، يا عم بلاش نحط لها زبده، اهي سنه زيت بسيطه، اهي خدت بالك بس كده. وادي عندي الفراخ تنزل، اهي شكرا، اشوحها شويه وبعد كده تمام خلاص. هسيبها في الاواخر انزل بيها بعد ما اخلص الشوربه، هقلبها. بسم الله، دي بشويها يعني، مش عايز احط لها زبده صراحه كتير، سيبها قدام عينيا كده. ممكن لو حبينا، لو حبينا ومتوح تطش حبهان ناعم قوي يدي ريحه حلوه ومتشكلين، اهي بس سيبها قدام عينيا كده زي الفل. طيب نيجي هنا على الشوربه، هنعمل ايه في الشوربه؟ هنجيب عندنا سنه زيت زيتون، حلوه كده، شايف الكلام؟ وعلى سنة زيت الزيتون دي عندي بصل وكرفس، بسم الله كده على طول، كرفس وكرات الأول مفرومين جدا، معاهم بصلاية حلوة مش كتير، تمام. وهدلع الدنيا برضو وأروق كده على نفسي، خلي فيه طعم كويس. في ناس تقول لك أنا بحبش الشوربة بالزيت، يعني ما في ناس تحب كده، فممكن ندي سنة زبدة لكن مش سمنة. هشوحهم مع بعض شوية، أشم بس كده إيه الزبده، وممكن كمان، ممكن كمان وانا شغال كده لو حبيت ومتوفر عندي تاتش فلفل ابيض مع البصل. بص كده يا استاذي، بيفرق كتير جدا، ريحته حلوه. تمام. طب وبعدين يا شيف، ولا قبل، هجيب عندي البطاطس الحلوه دي، شايفها حشو البطاطس ده، وابدا اصفي. شوف كويس، واسيبها تتشوح شويه. البطاطس بصل وكرفس وكرات تشوحوا مع بعض، ما سبتهمش يغمقوا مني. الخضار ده حلو جدا، شايف المنظر، شوف الالوان دي. والبطاطس الحشو ده مش هرميه، اللي انا كنت يعني مطلعه من حشو البطاطس، سيبه بقى ياخد مع نفسه شويه، حبه مرقه حلوين، وبعد كده هنقفله. وعايز اديله دوره برده شويه، بس لما اسوي الاول البطاطس، يعني الدوره سهل لان هو بيبقى جاي علب، مش انا اللي جايبه. يعني لو احط عندي اي خضار يعني يستنى بعد التسويه وده افضل، نسيبها شويه. الفراخ بص كده يا استاذي، شايف المنظر، خلاص ما خدتش مني حاجه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سامع صوت الكريمه، تشوف الكلام. ودي ممكن لو حبينا من باب الجرنش كمان يبقى فلفل اسود على الوش، لو حبينا، ما حبيناش عادي جدا امشيها بفلفل ابيض. وقاري الطبق الرابع، انا بعتقد امورنا زي الفل الحمد لله، في البساطة واللطافة. ما ايه ده، اي حد يخش يعملها والله. بطاطس محشية بالفراخ المفرومة مع الخضار والجبنة، كبسة فراخ بصدور الفراخ مع البروكلي والبسلة والجزر، شوربة بالبطاطس اللي خدناها من قلب الحشو بتاع البطاطس بتاعتي وعملت بيها حبة شوربة، طبق سلطة لطيف جدا مختلف، في تشكيلة حلوة من الخضار والفاكهة مع تتبيلة لطيفة مختلفة برضو، وحبة خس في اللطافة. اشوفكم ان شاء الله بكرة في نفس الميعاد وحلقة جديدة، والسلام عليكم.